تلائي وقصوري فهو دائي لإله الكون ربي خالقي أنت رجائي أشكو ذلي وابتلائي وقصوري فهو دائي لإله الكون ربي خالقي أنت رجائي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله معنا مجددا في حلقة من برنامجكم أبواب الخير. هذا الباب بإذن الله سيكون اليوم مميزا، دخول الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. نرى في كل يوم قصة جديدة من قصة المسلمين الجدد. هذا الدين يعلو ولا يعلى عليه. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. الإسلام فطرة الإنسان، فطرة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الله سبحانه وتعالى أكرم أهل هذه القرية، دخلوا في الإسلام وكانوا في الوثنية منذ 15 عاما، وفي كل يوم يدخل في الإسلام أفواج وأفواج. الفضل لله ليس لنا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لعل هذه الخطى شرفنا الله بها. الفضل ليس لنا ولا لأحد، الفضل لله وحده، هو الذي أخذ بقلوب هؤلاء إلى الحق. معنا فوج حوالي 11 أو 12 امرأة ورجل دخلوا في الإسلام هذه اللحظة عند مجيئنا، وهذا يدل ويبرهن على أن دين الله تبارك وتعالى غالب. بينه وبين الفطرة نسب. الناس تأنس بالحق، تعشقه، تحبه، تتوق إليه، تشتاق إليه، وما على الداعي إلا أن يتحرك ليفتح الله قلوب هذه القلوب الظمآنة المشتاقة إلى كلمة الحق، كما فعل الداعي الأول نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا باب من أبواب الخير تدعمه هذه الجهود المباركة الطيبة التي تصل إلى هذه الأماكن، حتى يفتح الله تبارك وتعالى أبواب الهداية للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية خير لك من الدنيا وما فيها. إذا لمس الإيمان شغاف القلوب تغيرت الوجوه وتبدلت الألوان، وإذا أردت أن ترى ذلك أخي في الله، انظر إلى رجل أو امرأة قبل دخوله الإسلام، ثم انظر إليه بعد دخوله في الإسلام مباشرة، انظر كيف تغير الوجه، ترى أنوارا تشع من هذا الوجه وضياء يعلو. كل ذلك لماذا؟ لأنه دين الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى، الذي أراد به للبشرية النجاة والعتق من النار. كم هي فرحتنا حينما نرى أخا لنا أو أختا في الله قد دخلوا في الإسلام، فأعتق الله تعالى رقابهم من الخلود في النار. إنها فرحة ما بعدها فرحة، فرحها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما خرج في صباح يوم من الأيام وهو يرى علامات العبوس والكآبة على وجه أمه، وهي التي لا تؤمن بالله، وهي التي تسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما ذهب إلى الحبيب المصطفى وطلب منه أن يدعو لأمه أن يهديها الله للإسلام، عاد أبو هريرة بدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقوله: اللهم اهد أم أبي هريرة ليجد أمه تخرج من دارها
ومياه الغسل والوضوء تتلألأ على وجهها وهي تقول: يا ولدي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا عجب ولا غرابة أن يفرح أبو هريرة رضي الله عنه ويطير مرة أخرى إلى الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو يقول: يا رسول الله أبشر، فإن الله قد استجاب دعاءه وهدى أم أبي هريرة. يا لها من فرحة، تلكم الفرحة التي غمرت قلب ونفس أبي هريرة، تلكم الفرحة التي أحاطت بالنبي عليه الصلاة والسلام من كل مكان. ألم يكن هو صلى الله عليه وسلم الذي يفرح كثيرا حينما يدخل أحد من الناس في الإسلام وإن كان غلاما صغيرا؟ يفرح عليه الصلاة والسلام حينما يرى غلاما يدخل في الإسلام، ويحزن صلى الله عليه وسلم حينما يموت أحد الناس وهو على الكفر البواح، ويبكي عليه الصلاة والسلام لأن نفسا تفلتت منه إلى النار. هذه الوجوه التي أقبلت اليوم بين أيدينا عباد الله علامات بارزة ونماذج حية لتحرك في قلب كل مسلم ومسلمة في كل مكان ننادي فيهم ونقول: هؤلاء الناس هنا هنا وهناك في إفريقيا في غيرها من البلدان، ربما لم يصل إلى كثير منهم إلى الآن صوت الإسلام ونداء الإيمان، لكنهم في انتظار وترقب لوصولكم أنتم إليهم يا عباد الله، إن لم يكن بأنفسكم فبإخوانكم، إن لم يكن بأنفسكم فبأموالكم، إن لم يكن بأنفسكم أو أموالكم فلا أقل من دعائكم. لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وشرح الله صدوركم. ممكن نشرح؟ نعم كلمة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله من فلانية معناها أقرأمية. لا معبود بحق إلا الله. هو الله الواحد الأحد. ليس له شريك ولا صاحبة ولا ولد. نعبده وحده لا شريك له. محمدا رسول الله أرسله الله تبارك وتعالى من عنده. ومعنى أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله كروي مية تصديقه فيما أخبر به. وديك جنا يك يمين فوي يك بري من سيما يك جنو يك سوما وطاعته فيما أمر به يك توقع يا ماريا فونكو والانتهاء عما نهى عنه وحبه صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم الله أرسله رحمة للعالمين. الله تعالى يعطيك هنا في كتا دافع دم فيهم بلا جلما. وإن شاء الله بعد هذه الشهادة أصبحتم الآن مسلمين. نين شهادة كفة أو نسلم بلا جلما كلي. أول شيء تفعلونه الآن هو الغسل. إن شاء الله تغتسلون في الماء. ثم إن شاء الله إخوانكم سيعلمونكم كيف تؤدون الصلاة والطهارة.
قصوري فهو دائي لإله الكون ربي خالقي أنت رجائي. أشكو ذلي وابتلائي وقصوري فهو دائي لإله الكون ربي خالقي أنت رجائي. أشكو ذلي وابتلائي وقصوري فهو دائي لإله الكون ربي خالقي أنت رجائي. أشكو ذلي وابتلائي وقصوري فهو دائي لإله الكون ربي خالقي أنت رجائي.